بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لي بارتنير، موضوع بارتنير يعني فيه مشكلة متاع سيارة تمشي على ثلاثة يعني بستونات بركة، تمشي ثلاثة سلاندر نقولوا احنا، تمشي على ثلاثة، فيها مشكل حلينا الكلاس. ما معنى حلينا الكلاس؟ الناس ما يجينا فيه شيء كلاس، لأن هي رقم ثلاثة هي تشوف فيها كحلة، تمشي هذه بيض شوية وهذه كحلة صافي ما تخدمش على الآخر فيها، شفتوها يعني حلينا كلاس، فتحنا كلاس ما يجينا شيء، كلاس لبس عليه، سيبوبات لبس عليه، شوفوهم سيبوبات لبس عليهم، يعني كلاس مش مسوس، ما تاكلش ماء، انما تمشي تيما تخدم طول سلندر في البستون هذا بالذات. الموتور والشميزات وهيكل ينظف الشميزات، واذا به مشكل نتاع شميز او بستون مكسره، لان تو الشميز هنا ظهرها مكسره، شوف فيها شميز ظهرها مكسره محفره، طبعا ما دام تكسرت الشميز من هنا معناتها فما مشكل في البستون نفسها، لازم يتحل البستون ويتبان العمليه. يعني المشكل هو في البستون، اتضح ان كنا نفكروا انه هو سباب فيه مشكل معوجة، ولا طبعا المنظوظ ما يحرق السباب معوجة ولا فيها مشكل ولا كلاج مش مريقة، واتضح انها هي فما كعبة شميز هاي مكسرة. وقت شفنا الحالة هكاك متاع الموتور هذي وشفناها الشميز مكسرة ما عادش فيها دواء، والبستون اكيد باش نحل ونلقوها مكسرة هي والسقمونات نتاعها وما فيهمش دواء، هذا من السيارات هذوما يعني علاجهم صعب شوية ويتكلفوا وما ينجحش أحيانا. فهمنا احنا صاحبها باش نغيروا له المحرك ويرتاح على الأقل فرد مرة، حتى ولو أنه مسكين ما يقدرش على حق المحرك، لكن مسكين باش يتسلف ويشوف خير من يقعد يخدم مرتين ويقعد يعاود وهو مازال يشراها وفرحان بها. هذاك يعني الحل الوحيد اللي لازم يعمل، لازم يغير المحرك. إن شاء الله تنفعكم العملية هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.